مرحبا فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج شبابيك. البداية رح تكون مع الإنجيل المقدس مع الخوري نافس صعيب. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في تلك الأيام خرج يسوع إلى الجبل ليصلي، وأمضى الليل في الصلاة إلى الله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 وسماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه أيضا بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب ويوحنا وفيليبوس وبرتلماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفة وسمعان الملقب بالغيور ويهوذا بن يعقوب ويهوذا الإسخريوطي الذي صار خائنا. ونزل يسوع مع رسله ووقف في مكان سهل، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمهور غفير من الشعب من كل اليهودية وأورشليم وساحل صورة وصيدا، جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون بالأرواح النجسة كانوا هم أيضا يبرؤون. وكان الجمع كله يطلب أن يلمسه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع، كلام الرب. فاصل صغير مشاهدينا ونرجع منتابع سوا. عودة لكم مشاهدينا. أبونا بدي أرجع رحب فيك، أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيكم وللمشاهدين. أبونا، هل يسوع بهيداك الوقت كان بحاجة فعلا لصلاة؟ قبل ما نجاوب إذا بحاجة ولا لا، خلينا شوي نتأمل بمفهوم الصلاة. شو يعني عم بيصلي يسوع؟ هل الصلاة بس لإلنا للناس، ولا كمان يسوع ولو كان إله بيصلي لبيو السماوي؟ الصلاة هي لغة تواصل بين المؤمن وربه، وهي لغة حوار. يعني بس أقول عم صلي، يعني مش بس عم بطلب يا رب أعطيني يا رب أعطيني تكون عم صلي. الصلاة هي حوار، وقتها بكون عم بحكي مع الله، وبالحوار في مرة بيكون حدا عم يحكي والتاني عم يسمع، وبتقلب الأدوار، بيصير يلي كان عم يسمع عم يحكي، ويلي عم يحكي عم يسمع.
بالحوار. نعم. فهيدي الصلاة أيام بده يكون المصلي عم يحكي ربنا وربنا عم يسمع، أيام بده يكون هو عم يسمع المصلي وربنا عم يحكي، عم يصغي بده يكون هذا المصلي. هلا هون يسوع طالما هو مرسل من عند الآب بده يحكي مع بايو، بده يضل على اتصال على تواصل دائما بحوار مع الآب، وإجا وقال أنا جاي تمم مشيئة الآب، الآب يلي بعتني. فهون مش عم يشتغل هو من تلقاء ذاته، عم يشتغل عمل الآب على الأرض. لأنه هو كلمة الله المتجسدة، مش كلمته هو، هو مرسل من عند الله الآب، فدايما بده يكون في هذا التواصل مع الآب السماوي. كرمال هيك دايما بيبعد، بنشوفه على الجبل عم بيصلي، عم يطلب من الآب السماوي المشورة الحكمة تياخد قرار. نعم. فهون يسوع مع أنه إله عم بيصلي، وهذا الشيء بيعلمنا نحن كيف نصلي وأيمتى منصلي. وهون عرفنا كيف بيقول على الجبل، يعني الجبل بيرمز لمكان الوحي، مطرح ما بيوحي الله لإلنا تيقلنا شيء. وكمان الجبل بنقول بنطلع على الجبل، هو المكان يلي بنصعد لإله. فإذا نحن بدنا نصعد صوب الرب، بدنا نصعد عن الأرضيات، بدنا نعلي طلوع، نمشي طلوع صوب الله ونظرنا صوبه. كمان الجبل هو العزلة، هو الابتعاد. ما فيني أنا صلي أنا وبين الجموع، أنا وبالفوضى، أنا وبالضجة، ما بسمع. طالما عم بحكي أنه الصلاة هي أخذ وعطاء، هي حوار، كيف بدي أسمع إذا كنت بالفوضى وبالعجقة؟ فهون يسوع بيعلمني أني زيح، اطلع على الجبل، على محل عزل، يكون مني لربي بس، ما يكون في شريك لإله حوالي أنا عم بحكي معه، كون مركز كل حالي لإله. نعم. شو سبب اختيار يسوع لهالتلاميذ بالذات؟ كتير واضحة الصورة. كان في كتير جموع، وكان كتير عم يشفي ناس، فبدو يشرك التلاميذ معه بعمله. مثل ما قال من التكوين شارك الإنسان معه بالخلق، قالوا للإنسان تجوز وتكاتر وتسلط على الأرض وعلى المخلوقات، شارك الإنسان معه الله بالخلق وبالسلطة على الكائنات. كمان هون يسوع عم بيشرك الإنسان معه بعمله الخلاصي، إنه يبشره، يعلمه، يتلمزه، يشفي المرضى، يخرجوا الشياطين. وهذا الشيء بيخلينا نشوف إنه كيف يسوع بيحب صداقة الإنسان، بيحب إنه يرافقه الإنسان، بيحب إنه يكون له الإنسان كمان معاون يساعده. فهون يسوع نقى التلاميذ، نقى الرسل من التلاميذ. فينا هون بدنا نميز بين الرسل والتلاميذ، عنده كثير تلاميذ يسوع، ومن هالتلاميذ نقى 12 رسول تيساعدوه وتيبقوا من بعد ما يموت ويقوم ويطلع على السماء، تيبقوا امتداد لعمل يسوع الخلاص. هل فعلا استحقوا انه يكونوا تلاميذه؟ للاستحقاق نحن ما حدا، ما في انسان بيستحق ولا يعني، كل شيء بناخده نعمه وهبه من الرب ولو كنا غير مستحقين. من دون استحقاق ربنا بينعم علينا، مش لانه نحن كثير مهمين ونحن اقوى من غيرنا. ربنا بينعم علينا هبات ونعم ما بنستحقها، ما حدا بيستحق انه يكون رسول. نعم. لانه الرسول صفه ليسوع. شو دوره للرسول؟ اعطانا اياها يسوع، اعطانا صفته، هو رسول الاب. اعطانا هون بيقول النص وسماهم رسلا، سماهم رسل، اعطاهم اسمه. شو دور الرسول اليوم؟ الرسول هو يلي بيحمل رسالة، والرسول يلي بيبعته يسوع برسالته بده يوصل الرسالة، رسالة يسوع مش رسالته هو. وما بده ينسى انه هو مرسل. نعم. بيحكي باسم، هو سفير بيحكي باسم يسوع، مثل ما بيقول مربولوس نحن سفراء المسيح.
الرسول ما عنده شيء من ذاته، هو بينقل شو بده يسوع يقول، بينقل كلام الله بفسره. والرسول هو يلي بيعرف من مين حامل الرسالة، بيعرف صاحب الرسالة. ما فيك تاخدي رسالة من حدا وتوصليها لحدا تاني إذا ما بتوثقي فيه، ما بتعرفيه. كيف بتحملي رسالة، كيف بتحملي غرض ما بتعرفي شو في بقلبه، ما بقعد معك من حدا ما بتعرفيه. فإذا الرسول بده يكون بيعرف الله، بتكون بيعرف يسوع، عايش معه مثل ما كانوا عايشين الرسل ومعاصرينه، مختبرينه، عايشين حياتهم اليومية معه، كل يوم كل يوم كل يوم، بيعرفوه كتير منيح، بيوثقوا فيه وبيحملوا رسالته بيوصلوها لكل البشرية. وهون نقيهم 12 على عدد أصباط إسرائيل تيقول لهم أنتوا رسل تطوفوا كل الأرض، ما تخلوا بقعة بالأرض إلا ما تطوفوها. كمان في تفسير تاني لهذا الرقم 12، هو 4 × 3 = 12. 4 هني 4 أقطار العالم، شمال جنوب شرق غرب، صح. والثلاثة هني الثالوث الأقدس يلي هو بيعطي الخلاص لكل هودي 4 أقطار العالم. فنقيهم 12 ما يضل حدا بالدنيا ما توصل له هالرسالة يلي هي كلمة الله وما يوصل له الخلاص. نعم، مين هن تلاميذ يسوع اليوم؟ كل مسيحي هو تلميذ يسوع، مفروض انه يكون تلميذ يسوع. ما مفروض حدا مسيحي ما يكون بيؤمن بيسوع. وكيف بيؤمن بيسوع؟ انه يمشي بتعليم يسوع. هون بيكون تلميذ. تلميذ مين؟ يلي بياخذ تعليم. يلي بيتعلم، يلي بيتلمذ. كل مسيحي مفروض ياخذ تعليم المسيح تيكون عن جد مسيحي، وهون بيكون اسمه تلميذ يسوع. أما بالنسبة للرسل هن يلي ربنا عطاهم سلطان الكهنوت، كهنة الأساقفة يلي معهم سلطان الكهنوت وعطاهم هذا السلطان كرمال يكملوا، اصنعوا هذا لذكري حتى مجيئي، كرمال يتلمزوا يبشروا يعلموا تعليم يسوع. هن يودي الرسل يلي مؤتمنين على هالرسالة اللي بدهم يوصلوا لنا إياها لكل البشر. نعم، شو هي هالقوة العظيمة اللي كانت تخرج من يسوع؟ نعم، كانت تخرج هذه قوة الحب يلي كان يسوع بيعطيها للناس. كان يعطي من ذاته من قلبه. الحب بيشفي، نحن بنقول بالدارج هذا الحب يلي كان يطلع من يسوع كله قوة ويشفي، يشفي المرضى، يقيم الموتى، مثل ما بنشوف يعمل عجائب، يطلع الشياطين، يخرج الشياطين من الممسوسين. هذه قوة الحب يلي كان عنده إياها يسوع تجاهنا، تطلع من ذاته من قلبه تيخلصنا من مرض معين إن كان نفسي ولا روحي ولا جسدي. نعم، هل يسوع بوقتها كان بمثابة طبيب؟ فينا نلقبه بالطبيب؟ هو الشافي الوحيد، مثل ما بقول سانتا تيريز، هو يسوع هو الشافي الوحيد روحيا ونفسيا وجسديا. ولكن كانوا يشوفوه كل واحد بضل الإنسان ضعيف وبضل أيام بيشوف من عيونه لضعيفة مش بعيون القلب. كانوا يشوفوه، في منه يشوفوه ساحر، منه يشوفوه طبيب، منه يشوفوه إله. يلي آمنوا فيه هن يلي تعرفوا عليه إنه هذا الإله مش عم يعمل سحر. إذا شفي هذا المريض هذا مش سحر. وهمه يسوع يشفي الروح قبل الجسد، لأنه شفاء الجسد مؤقت آني، بيجي وقت ويرجع الجسد بيمرض أو بيموت. ولكن هدف يسوع الأساسي هو شفاء النفس، شفاء الروح، تعطيها الخلاص الأبدي والراحة الأبدية. نحن كيف فينا نتعرف على يسوع وهو بعيد عنه؟ يسوع مش بعيد عنه أبدا، يسوع موجود. فينا نتعرف عليه بكلمة الله لأنه هو كلمة الله المتجسدة. فينا افتح الإنجيل بكل بساطة. أنا بدعي كل المشاهدين أنه لشو الإنجيل مسكرين بالبيوت؟ إذا أنا بروح بزور البيوت بشارط أنه في كتير إنجيل بعضها بطقطها، بعضها مجلدة ونظيفة ومش مفتوحة ولا مرة. أنا بدعي المشاهدين يتعرف على الله من خلال الكلمة، كلمة الله، لأنه هي مثل الإربان. يسوع موجود بالكلمة، موجود بالإربان، بتعرف عليه بهاي الكلمة، بتعرف عليه بالإربان، بتقرب منه. هو موجود معي على طول، بس أنا اللي بدي أفتح له قلبي، لأنه هو دايما على الباب عم يدق على باب قلبي عم يقول لي خليني فوت.
أنا هون بدي أفتح المجال إني أتعرف عليه وإني فوته على بيتي، كيف بدي أتعرف على شخص أنا بعيد عنه؟ وهو موجود، هو لحقني وأنا بعيد. ما فيني أتعرف عليه، أنا بدي أعمل خطوة تجاهه كمان، هو عم يعمل مبادرات كثير يسوع، بس أنا بدي جاوب هالمبادرة بمبادرة وبدي أقرب صوبه وأتعرف عليه. ليش أبواب قلبنا بعدها مغلقة لهلا؟ كثير أيام بيقول قساوة قلوبكم المغلقة، لأنه بعدنا متعلقين ومتمسكين بالقشور بالقصص الدنيوية، ما عم نطلع ما عم نعلى عن هيدي الأمور الدنيوية يلي كثير فيها أنانية. نحن كل واحد بده هو شو بده، هو شو رغباته، شو شهواته، شو حاجاته، بس ولا مرة بنقول أنه نحن بحاجة لغذاء الروح يلي هو وحده اللي حكينا عنه الجمعة الماضية، الخبز السماوي يسوع المسيح. نعم. مين فهم وعرف من هو يسوع الحقيقي وسبب وجوده على الأرض؟ كل شخص آمن فيه، أكيد ما آمن فيه إذا ما فهم وعرف أنه يسوع هو ابن الله الحي القائم من بين الأموات يلي هو موجود معنا على طول، وبكل سر بناخده يسوع موجود وبيآمن. ما حدا بيآمن بحدا ما بيعرفه. يلي آمنوا عم بحكي عن الإيمان الحقيقي، مش أنه الإيمان من الظاهر أنه نحن بنآمن وبالحقيقة، لا، الإيمان المتجسد بالأعمال يلي بترجمه بأعمالي أني مؤمن. ما فيني أقول أنا مؤمن وضل قاعد ما أعمل شيء. كل حدا تعرف على يسوع هو آمن فيه، ويلي آمن فيه ما بقي مثل ما كان قبل ما آمن فيه، لأنه يسوع بيغير. شفنا الرسل حتى غيرنا أسميهم. مر بطرس قال له سمعان، قال له أنت بطرس الصخرة، بطلت سمعان الصياد، صار عندك دعوة. وكل إنسان بهالحياة عنده دعوة بيدعي لها يسوع وبيصير إنسان تاني. ما فيني أتعرف يسوع وضل مثل ما أنا. نعم. كيف فينا نطبق هيدا الإنجيل بحياتنا اليومية؟ هيدا الإنجيل يمكن موجه شوي للكهنة واللي أخذوا سلطان الكهنوت أنه هني الرسل، بس لا، يسوع كانوا أراء تلاميذ كتير وبيناتهم كانوا رجال ونساء، كان في كتير نساء بخدمة يسوع. فكل حدا بحياتنا، كل حدا بالحياة عنده دعوة. أنت بمطرحك رسولة، بتوصلي رسالة. صحيح. والطبيب بمطرحه عنده رسالة، والفلاح عنده رسالة، وكل حدا بهالحياة عنده الله بيدعي له شيء. وأم العائلة يلي عندها 5-6 أولاد يمكن تتقدس قبلك يا خوري إذا بتعيش دعوتها الحقيقية لتربي عائلة مسيحية. فهون دعوتنا بهذا النص أنه عن جد نكون مثل الرسل الـ 11 مش هداك الـ 12 يلي بعدين نقوا الرسل ماتياس تحطوا محله تيضلوا 12. بدي يكون أنا رسول عن جد مؤتمن على هالرسالة اللي الله بيأمنني عليها، ما أكون خاين، ما فرط فيها، ما ساوم عليها. هيك بدعينا للرب وبدعي كل المشاهدين وين ما كنت تكون. لو نحن اليوم بمطرح، لو كل حدا عم يعمل دعوته مزبوط وبضمير وبوفا وبأمانة، ما كنا وصلنا نحن لليوم. صح. إن كان نايب ولا وزير ولا رئيس ولا خوري ولا راهب ولا طبيب ولا مين ما كان يكون، لو عن جد عم يعمل دعوته حقيقية مش مصالحه الشخصية، ما كنا وصلنا لهون. نعم. الخوري نافس صعيب، أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى لك نهار مبارك. أنا بشكركم، إن شاء الله نهار مبارك على الجميع. شكرا لك. مشاهدينا فاصل ومنرجع منتابع سبع فقراتنا.